السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل بيت مع بعض للقطقوطة الظريفة دي من كرتونة مكيف قديمة، كرتونة مكيف سبليت. الجزء اللي هو الداخلي الكرتونة بتبقى صغيرة كده، هنحاول نعمل منها بيت كده ظريف ونشوف هيطلع شكله ايه في الآخر مع بعض. نوصل العلامة دي دي كده كده تمام. دي أول خطوة الثانية نعمل نفس اللي عملناه الناحية دي، هنعلم علامة على بعد 50
لا تعبها هنا كده برضه، نحاول ما نعديش الناحية التانية عشان ما نبوظش الجنب الصغير بتاع الحكومة. ادي قطعة، ادي قطعة، تمام. نرفع طرف الحكومة كده، ترجمة
ده اللزق، هنلزق بيه ايه؟ الكرتونة عشان تقدر تفتح دي وتطلع منها وتدخل من الجزء اللي جاي. Thank you.
ازيك؟ Right.